عالم المعرفة يمدح صفاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم في هذا الاستعراض السريع غادي نشوفوا واحد التطبيق مضاد لسرقة الأجهزة. بما معناه يعني تليفون كنت ديرو في جيبك جبدولك شي واحد من الجيب غادي يصوني. كنت ديرو في الشارج حيدو شي واحد من الشارج غادي يصوني. كنت حاطو فوق الطبلة جا شي واحد هز التليفون غادي يصوني. يعني هاد المسألة هادي هي كل بارامتر كل مسألة كدير بوحدها، ولكن انت شنو بغيتي مثلا غادي ديرو في جيبك كتبارامتريها على حسب انه الى خرج من الجيب اي صوني كنحطو فوق الطبلة نفس العملية ولا الشارج. تطبيق سميتو أنتي تيف سيكوريتي. المهم كليكيو على ندخلو التطبيق سهل. أنتي تيف سيكوريتي موسيون ديتكتور. فوالا كاين موسيون ديتكتور هو العنصر الفوقاني. هنا شوف اي عملية غادي نديروها العمليات كلهم متشابهة. انا غادي نقول لكم كل بوطون لاش كيصلح. هاد البوطون الاولي موسيون ديتكتور موسيون بوطون موسيون ديتكتور هذا الى كنتي حاطه فوق الطبلة كاين الاكتيفيتي اذا شي واحد هز التليفون غير يتحرك فوق الطبلة غادي يصوني. بوكيت بوطون بوكيت ديتكتور بوكيت ديتكتور هنا الى كان في الجيب غدير له هاد العنصر الثاني يعني غير يخرج من الجيب كيصوني. لا بوطون با ديتكتور هادي باغ يعني بالنسبة لهذا الهاند باك يعني محفظة يعني إذا كان في الساك ولا شي حاجة ولا في انفاليز ولا شي حاجة إلا خرج منها غير يتحرك منها غادي يصوني. وي بوطون باور ديتكتور هاني باور هذا ديال الشارج. إذا كان في الشارج جا شي واحد حيدو من الشارج غادي يصوني. ايرفون بوطون ايرفون ديتكتور هذا ديال الهيدفون يعني ديال لي زيكوتور. إذا كانوا فيه لي زيكوتور جا شي واحد اتصل منه لي زيكوتور غادي يصوني. الو حنا نشوفوا جوج ديال المسائل. نشوف هاد الاولى موسيون بوطون موسيون ديتكتور فوالا ليغ ماتنون ليان فوالا ليكتور اون لين بور لي جون. هاد انا متعمدت ما ندير حتى شي مانع للاعلانات. كيبانوا فيه واحد الاعلانات ولكن متجاوزه. مكتبتي فيرمي فوالا كتكليك على فيرمي كتمشي فوالا اكتيف بوطون اكتيف فوالا كتلقى فيه جوج ديال البوطون اكتيف اكتيفي بوطون بوطون اوكين بوطون. هاد البوطون الثاني اللي ما منطقش هذا هو باش كنسكتوه اكتيف بوطون اوكين اكتيف. الوغ انا نحطو فوق الطبلة وغادي ناكتيفيه فوالا هكا هو اكتيفيتي اكتيفات اكتيفيتي فوالا هو دابا ماكتيفي. دابا الى هزيت التليفون انا فوق الطبلة غادي يغوت. نجربو ها هو غوت باش يسكتوه بوطون. نكليكو على هاد الموسيون بوطون موسيون ديتكتور فوالا هذا بالنسبة موسيون بوطون موسيون ديتكتور ديال الشارج. بوكيت با وي بوطون باور ديتكتور باور اكتيف بوطون اكتيفات فوالا نديروه في الشارج يكون اكتيفي. هو هذا التليفون راه دابا درناه في الشارج. هو دابا الى اكتيف بوطون اكتيفات اكتيفات ناكتيفيو اكتيفيتيد اكتيفات اكتيفيتيد دابا راه ماكتيفي. دابا الى حيدناه من الشارج غادي بوطون بوطون غادي يبدا يصوني. كيف تحيدو الشارج كيما غادي يبدا يصوني اكتيفيتيد بوطون بوطون موسيون ديتكتور بوطون موسيون ديتكتور. يعني التطبيق سهل جدا في الاستعمال. هذا بالنسبه للبوكيت ولا يعني المحفظه ولا في المدرسه. المهم تاكتيفي له داكشي اللي بغيتيه. هو اون فوا غادي مثلا يتحيد له الشارج ولا يتحرك من بلاصتو ولا شي حاجه غادي يصوني. هذا كل ما في التطبيق. التطبيق على ما اعتقد الطاي ديالو صغيره يمكن شي 10 ميجا ولا 12 ميجا ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ما كانش 20 ميجا. بالنسبه للاي او اس وقيله 10 ممكن اي او اس 10. التطبيق سهل جدا في الاستعمال وبالنسبه سيرتو للاخوان. وهنا انا غادي نقول لكم واحد المساله. كاين بزاف ديال الاخوه اللي كيكون عندهم الشارجور فيه مشكل كيديروا في الشارج وما كيعرفوش واش باقي. هذا التطبيق سهل يعني تاكتيفي هذا فوق ما يقطع عليه لا شارج غادي يغوت التليفون. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.